الأحاديث الضعيفة على قسمين. الأحاديث الضعيفة على قسمين، القسم الأول متفق على ضعفه، المتفق على ضعفه، فهذا لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. المتفق على ضعفه هذا لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيره، وهذا وجوده كعدمه، ولن تتعبد الله جل وعلا في ذلك، وعلى أساس عملت بناء على ما جاء، والذي جاء اتفق العلماء على ضعفه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما اختلف العلماء فيه، ما اختلف العلماء فيه كقضية الأذان في أذن الصبي المولود. جاء في حديث عاصم بن عبيد الله العمري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه بعيسى وقال هذا حديث حسن صحيح، وخلف أبو عيسى في هذا لأن عاصم ابن عبيد الله ضعيف جدا ولا يحتج به، وقد ضعفه شعبة والإمام أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة وأكابر الحفاظ واتهموه بسوء الحفظ، فهذا حديث مختلف فيه. فإذا الإنسان ذهب وصار إلى قول أبي عيسى مقلدا لذلك وعامل بهذا الخبر فهذا لا تثريب عليه، ومن تبين له ضعفه تبين له ضعفه فالصواب أنه لا يعمل به، لكن لو عمل به هذا الذي تبين له ضعفه بناء على أن التضعيف ظني وأن هذا من المختلف فيه وعمل به، نعم هذا أجازه طائف العمل، بل يصح أن نقول بأن العمل بالحديث الضعيف على هذه الصورة هو قول الجمهور، بل يصح أن نقول أن العمل بالحديث الضعيف على هذه الصورة هو قول الجمهور، وذهب الطائف أن لا يعمل، لأن هذا بعض العلماء يقول ليس هناك شيء اسمه فضائل، ما هناك شيء اسمه فضائل إلا مرتبط بقدر ثواب أو عمل، إذن هو حكم. فبعض العلماء فيه يكون هناك شيء اسمه فضائل، يقول ما هناك شيء اسمه فضائل، الفضائل هذا أو بحكم من الأحكام، فمن ثم ينفي أن يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا ما دام هو يعتقد ضعفه، ما دام هو يعتقد ضعفه، ولعل هذا هو أقرب إلى الصواب. الإنسان ما يعمل بالحديث الضعيف ما دام هو يعتقد ضعفه. القسم الأول انتهينا منه، نتكلم عن القسم الثاني والمختلف فيه. إذا كان يعتقد ضعفه فالصواب أنه لا يعمل به، وأما إذا عمل به والحديث مختلف فيه ويعرف ضعفه ولكن يقول تضعيف ظني وهذا مختلف فيه يشترط ذلك في الفضائل. اشترط ابن تيمية شرطا في هذا ألا يكون الثواب مقدرا ولا يكون في وقت معين، لأن هذا لابد يندرج ضمن أصل، فإذا لم يندرج ضمن أصل وكان الثواب معينا فإنه لا يعمل به، فإنه لا يعمل لأن